السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد واللي من خلاله بنتعرف على ألعاب الشهر اللي تخص شهر أكتوبر، وبيكون في تشكيلة حلوة من الألعاب. تقريبا عندنا 12 لعبة في هذا المقطع، ومتأكد أن كل لاعب راح يحصل لعبة تناسبه. وإذا ما حصلت لعبة تناسبك، انتظر الشهر القادم أو شوف ألعاب الشهر اللي فات. على العموم أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسون الدعم باللايك وأيضا النشر. والحين أترككم مع المقطع وإن شاء الله تستمتعون في المشاهدة. Listen to the shadows. نبدأ في أول لعبة، أو بالأحرى هي توسعة وإضافات للعبة Destiny 2. Destiny 2 هي لعبة شوتر معروفة، اصدرت من سنوات ولا زالت مستمرة في الإضافات ولها عشاق أو جمهور كبير. وراح يكون في هذا الشهر لها توسعة بعنوان Shadow Keep مع إضافة New Light. وبالنسبة لشادو كيب، راح نشهد عودة الشخصية الغامضة والخبيثة Iris Morn، اللي راح يكون له ظهور جديد يهدد في سطح القمر، وبيكون من ضمنها كوابيس وآفاق مظلمة ومرعبة في المغامرة. أيضا بخصوص New Light، بمقدور اللاعبين اللعب بمهمات افتتاحية والوصول إلى برج لايت 750. التوسعة والإضافات هذه كلها بتصدر في 1 أكتوبر لكل الأجهزة اللي عليها Destiny 2. ثاني لعبة عندنا لعشاق الأكشن والحرب التكتيكية والعالم المفتوح، راح تكون توم كلانسي Ghost Recon Breakpoint. اللعبة تقدم منظور ثالث للشخصية، وتقدر تستخدم كمية كبيرة من الأسلحة اللي نفسها تقدر تعدل عليها وتستخدم قدرات ثانية، بالإضافة لأساليب حلوة في التخفي والتعاون التكتيكي. وبالنسبة للقصة، تقدر تلعبها فردي أو لعب تعاوني مع الأصدقاء، وبتكون أحداثها في جزيرة خالية في المحيط الهادي واسمها أورا، اللي بيكون فيها أعداء اللي هم شركة ومجموعة عسكرية خارج عن القانون يسمونهم Skill Technology. أنت بدورك كلاعب راح تستخدم شخصية نوماد، اللي تقدر تختار مرأة أو رجل وتعدل عليها مثل ما تبي. وشخصية تعتبر من القوات الخاصة، وعندكم مهام في التحقيق والأعمال المشبوهة والغير شرعية في هذه المنطقة ضدهم. بالإضافة أنك في اللعبة راح تقابل الفيلن أو الشخصية الرئيسية العدو اللي هو ووكر. مثل ما ذكرت، اللعبة تلعبها فردي لكن مع الأصدقاء بتكون أسهل، وعندك عالم كبير تقدر تستكشف فيه وتخلص مهام جانبية وتحقق فيها أو عندك مهام القصة. إصدار اللعبة في 4 أكتوبر للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 وأيضا البي سي، ولا تنسوا نسخة الشرق الأوسط عليها العلامة الصفراء في السوق. So embark on your hardest mission yet, deep behind enemy lines, and show those wolves that ghosts are never afraid. ثالث لعبة عندنا اسمها كونكريت جين، وهي لعبة مغامرات بفكرة جميلة ومسلية وجديدة نوعا ما. قصتها عن طفل يحب الرسم بطريقة معينة، وعنده دفتر مليان رسومات ووحوش. وفي أحداث القصة، الولد آش راح يواجه بعض الأطفال اللي يعتدون عليه ويخربون الدفتر ويتطاير الصفحات منه. وبعدها توجهنا راح يجمع هذه الصفحات المتطايرة، وواحدة من الصفحات الوحوش اللي فيها هو رسمه تحول إلى حقيقة وبدأ يتحرك أمامه. بعدين أعطاه فرشة سحرية علشان يرسم الأشياء، وبعدين تتحرك وتتفاعل. وهذه مهمتك في عالم اللعبة المفتوح، إنك تتجول وترسم وتزين المدينة وتصلح الخراب اللي فيها عن طريق رسم الأشياء والإبداع والتصميم اللي يتحولون وحوش وتجعلها مناظر حقيقية. اللعبة راح تعطيك تجربة من 5 إلى 6 ساعات من ناحية القصة، وبتصدر في 8 أكتوبر حصريا للبلاي ستيشن 4. أما الحين مع رابع لعبة لعشاق السيارات، عندنا لعبة جريد اللي ترجع لنا بإصدار جديد كليا، راح يتقدم تشكيلة كبيرة من السيارات وأيضا السباقات، وحتى في أطوار منوعة للعب. طبعا السلسلة لها مميزات خاصة وزادوا هذه المميزات، أولا في أسلوبها الخاص والواقعية، والرسومات والقيادة فيها تختلف عن باقي الألعاب وتقدم لك تجربة حماسية. وبجانب القيادة الواقعية، أضافوا لك خيارات قيادة سهلة علشان كل واحد يقدر يلعب اللعبة. أيضا مميزاتها التدمير والجرافكس الواقعي والصوتيات الممتازة. شيء إضافي حطوا لي أول مرة في لعبة سيارات، حطوا لك 400 ذكاء اصطناعي، يعني تقريبا 400 شخص ممكن تشوفهم ويكونون عشوائيين بين السباقات، وتقريبا كل واحد منهم راح يكون له ستايل مختلف. البعض راح يكون عدائي، البعض راح يكون متهور، والبعض راح يكون محترف وتنافسه فعلا على السباق. وهذا من الاشياء اللي يخليك تستمتع في اللعبه، انك راح تستمتع في السباقات اللي هي بالحلبات. اصدار اللعبه في 11 اكتوبر للاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. What brings you to this no man's land?
بالنسبة لخامس لعبة هي The Witcher 3 Wild Hunt، واللعبة هذه بتصدر من جديد على Nintendo Switch، لكن بتكلم عن اللعبة نفسها. The Witcher تعتبر من أقوى الألعاب اللي ما تتفوت في هذا الجيل. اللعبة تقدم مغامرات ضخمة وقصة جدا جميلة، أو بالأحرى مجموعة قصص، حتى كوستات بسيطة ممكن تكون قصتها جدا متقنة، بالإضافة لعناصر مشوقة مثل الأعراق الموجودة، عندك وحوش، عندك ذئاب أو مستذئبين وحوريات وغيرها من أنواع كثيرة من الوحوش. بالإضافة أنا راح يكون في كمية شعوب وشخصيات كثيرة، وراح تتحاور معهم وتشوف حوارات جديدة وأنواع كثيرة من الأعداء مثل ما ذكرت، ومهمات استكشاف غامضة. اللعبة قدمت تفاصيل بمستوى إبداعي لا نهائي، وببساطة يخليها تنافس على لعبة الجيل الحالي. على العموم عندي مراجع لعبة The Witcher أول ما صدرت في 2015 اللي حاب يشوفها وياخذ فكرة عن اللعبة، لكن الحين بقول لكم إن صدرت على نينتندو سويتش، اللي ما جربها من قبل ممكن يجربها. للأمان جربت نسخة السويتش في Gamescom، حسيت بضعف بالتفاصيل وبعض المشاكل بسيطة، لكن ممكن تندمج فيها. طبعا للناس اللي ما يقدرون يلعبون في الكونسول أو يتنقلون يبونها على السويتش، لكن شخصيا أفضل إن هذه اللعبة تلعب على PC أو بلاي ستيشن أو إكس بوكس، لأن الفرق شاسع، خصوصا إنها لعبة تستحق هذا الشيء. عموما إصدار اللعبة في نسخة السويتش راح يكون 15 أكتوبر وبسعر $60 ومعها كل الإضافات، لكن اللعبة متوفرة على كل المنصات. على كل حال، سادس لعبة عندنا هي Ghost Busters The Video Game، وهي لعبة مستوحاة من المسلسل القديم الشهير Ghost Busters اللي أيضا صدر منه أفلام. واللعبة هذه راح تكون ريماسترد من نسخة الجيل اللي فات، واللعبة محسنة ومعدلة بالكامل. وأحداث اللعبة راح تكون عن مجند في فرقة Ghost Busters اللي هم مختصين في مطاردة ومحاربة الأشباح. اللعبة تمنحك تجربة فريدة من نوع ما لصيد الأشباح والصراع معاهم بأسلحة قابلة للترقية وأشياء مختلفة. بيئة اللعبة تخلط بين الكوميديا المخيفة ومناظر وصوتيات مرعبة، وتقدر تلعبها سينجل أو أونلاين تعاوني مع الأصدقاء، وبتكون متوفرة في 4 أكتوبر للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 وأيضا نينتندو سويتش وعلى البي سي في إبيك ستور. بالنسبة لسابع لعبة عندنا هي الشهيرة Overwatch، لعبة أونلاين شوتر صدرت من 2016 ولليوم اللعبة تعتبر ناجحة ومن أنجح ألعاب الأونلاين. اللعبة تقدم تجربة تنافسية بين فريقين، تتوزع بينهم الأدوار والتعاون بشكل ممتاز. تقدم تقريبا 28 شخصية ومقسمين لفئات مختلفة، منهم المهاجم والمدرع والدعم أو السبورت. والحلو في اللعبة أن كل بطل فريد من نوعه وله كاركتر الخاص، بالإضافة لأسلحته وطريقة اللعب فيه. طبعا هذه مجرد مقدمة للي ما يعرف Overwatch، لكن لعبة غنية عن التعريف، وهذا الشهر راح تصدر على Nintendo Switch وتقدر تلعبها في أي مكان أونلاين، وإصدارها راح يكون في 15 أكتوبر. Twenty years of civil war. There's nothing civil about it. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. أما الحين مع ثامن لعبة، واحد أهم العناوين في السنة، Call of Duty Modern Warfare، وأخيرا ترجع لنا السلسلة وترجع لجذورها أو عصرها الذهبي سابقا في الحقبة الزمنية. والإصدار هذا من Modern Warfare راح يكون متقن قدر الإمكان. اللعبة تعتبر الجزء الرابع من سلسلة Modern Warfare، لكنها ما تعتبر تكملة للقصة، بل إعادة تشغيل للسلسلة، أو مثل ما وصفها المطورين Infinity War، إعادة تخيل للسلسلة. بالنسبة للقصة بتكون بأحداث جديدة وخلق عالم واقعي لشخصيات معروفة مثل كابتن جون برايس، بالإضافة إلى شخصيات ثانية أخرى. وبالنسبة أحداث القصة راح تدور بين المدن الأوروبية والشرق الأوسط، واللعبة بدور جندي من القوات الخاصة المسلحة اللي يستخدمون معدات تقنية عالية جدا، بالإضافة لبعض المهام اللي بتلعب بدور شخصية من المقاتلين من أجل الحرية أو المتمردين اللي راح يكون استخدامهم للأسلحة البدائية. ومثل ما تشوفون رسومات اللعبة جدا واقعية، وأجواءها والتصوير اللي فيها كأنه فعلا حقيقة. وحسب ما شفت في إثري للمهام في القصة راح يكون في مهام تحبس الأنفاس. طبعا بجانب موضوع القصة، اللعبة راح تقدم مالتي بلاير كبير وشهير جدا وعجب كثير من الناس مبدئيا في تجربة البيتا. راح يكون في كل الأطوار المنوعة اللي تعرفونها وكثير من الأشياء اللي راح أشرحها لكم في مقطع آخر. اللعبة اصدارها في 25 أكتوبر للبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي، وراح تدعم اللغة العربية. بالنسبة لتاسع لعبة عندنا هي The Outer Worlds، وهي لعبة شوتر منظور أول في عالم خيال علمي ومغامرات RPG. أنت بدورك بتلعب بشخصية راكب سفينة سيء الحظ اللي راح يستيقظ على متن هذه السفينة اللي انحرفت عن مسارها، وراح تبدأ مسيرته بالعثور على الموارد اللازمة لإنقاذ هذه السفينة. وراح يكون مصير هذه السفينة والركاب اللي عليها يعتمد على الشخصية نفسها اللي بدورك أنت، فلازم تتفاعل مع مختلف الفصائل سواء بالتفاهم أو إطلاق النار أو حتى التخريب. واحد عناصر اللعبة المؤثرة هي قراراتك أنت كلاعب،
اللاعب، ممكن تخوف الناس، ممكن تكذب عليهم، ممكن تقنعهم، فراح يكون في عمق في الحوارات اللي تأثر على مجريات القصة، وراح يكون في مجموعة كبيرة من الأسلحة والشخصيات لفريقك اللي معاك، بالإضافة أن العالم راح يكون مليء بالاستكشاف والغموض وعالم كبير. إصدار اللعبة بيكون في 25 أكتوبر للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي بالإضافة لنينتندو سويتش. بالنسبة لرقم 10 لعبة ميد إيفل، وهي لعبة قديمة من 1998 لكن حين ترجع لنا بنسخة ريميك أو إعادة تصنيع بالكامل وشكأنها لعبة جديدة. واللعبة هذه من تطوير ونشر سوني الترفيهية. اللعبة تدور أحداثها في عصور خيالية والتحكم بشخصية الفارس المشعوذ اللي حاول استعادة سلامة مملكته. اللي يحب أساليب المغامرات البسيطة والبلاتفورم ممكن تعجبه هذه اللعبة، واعتقد أنها متوفر لها الديمو باللغة العربية بالكامل إذا حاب تجربها وتاخذ فكرة عنها موجودة حاليا. إصدارها بيكون في 25 أكتوبر حصريا للبلاي ستيشن 4. أما الحين مع آخر لعبة وهي لويجيز مانشن 3، وهي لعبة أكشن وغامرات من تطوير نيكست ليفل جيمز ونشر نينتندو. وفي هذا الإصدار راح تكون اللعبة أكثر انفتاح وفيها أفكار جديدة بدلا من المهام المحددة كالسابق. وشخصية لويجي مكلف باستكشاف فندق كبير وراح يكون فيه طوابق مختلفة، وكل طابق راح يتضمن تحدي مختلف. فتقدم اللعبة أفكار جديدة ومجموعة أجواء منوعة بالإضافة لميكانيكس جديدة. بالإضافة أن اللعبة راح يكون فيها طور جماعي اسمه سكير سكرابر اللي يسمح لثمان لاعبين يدخلون مع بعض أونلاين. إصدارها بيكون في 31 أكتوبر لنينتندو سويتش. أما الحين وصلنا لنهاية المقطع، مثل ما تشوفون هذا هو شهر أكتوبر والألعاب اللي قدمها. أنتوا قولوا لي كل واحد منكم شنو اللعبة اللي تناسبه أو اللعبة اللي يفكر في شرائها، تقدرون تشاركون في التعليقات أو على التصويت على اليمين فوق. أبي أشوف شنو أكثر لعبة مهتمين لها ونركز عليها في المحتوى سواء هنا أو في الإنستغرام. وعلى طار الإنستغرام أبيكم تتابعون جيمر سناك، موفي سناك، انمي سناك، ثينك سناك، موبايل سناك. كل واحد منهم يقدم محتوى مختلف في هذه الجوانب اللي تشوفونها من اسامي الحسابات، فيبيكم تستفيدون قدر الامكان من المحتوى اللي يتقدم في هذه الحسابات في الانستغرام. وفي النهايه حبيت اشكركم على المتابعه، اتمنى استفدتوا من هذا المقطع، واتمنى انه يستحق الدعم منكم بالنشر واللايك، واشوفكم ان شاء الله في مقاطع ثانيه. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامه.